التلات تتبيلات للفراخ احلى من بعض. جبت الفراخ من قصد كريم وقطعوها لي بالشكل ده، وجبت العلب بتاع التبروير. هروح حط التتبيله الاولانيه فيها 7 اب وصويا صوص وكمان صلصه وهوت صوص، شرايح جنزبيل وتوم وكزبره ناشفه وشويه فلفل اسود وبابريكا والزيت طبعا النباتي، وهخلط كل ده مع الملح واحط فيهم الفراخ. كل التتبيلات بالتفاصيل هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن. هتبلهم كويس واقفل العلبه واخليهم على جنب جاهزين يدخلوا للفريزر. التتبيلة التانية هحضرها، ودي التتبيلة الحمراء، بحط فيها عصير ليمون، هوت صوص وصلصة الطماطم او التوميتو صوص مع الزبادي، بحط عليها بابريكا كمان وكزبرة ناشفة وشوية فلفل اسود والسبع بهارات والملح، وبعد كده بحط بودرة الثوم وبودرة البصل وشوية من زيت الزيتون، وبخلط كل ده مع بعض واتبل فيها الفراخ. ودي كلها تتبيلات للفراخ المشوية، ممكن تستخدموا فراخ متقطعة ارباع زي ما انتوا حابين. بعد كده بقفل العلبة وبروح احضر التتبيلة التالتة، واللي هي التتبيلة الخضراء. التتبيلات دي تجنن يا جماعة، انا بحبها قوي قوي قوي. هقفلهم كويس وهبتدي احضر التتبيلة التالتة، فيها شرايح جنزبيل وبصلة متقطعة، فلفل اخضر، هستخدم كمان اوراق النعناع الاخضر، هحط عليها كزبرة اوراق كمان وتوم، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، شوية من الكمون والبابريكا والملح، وبعد كده عصير الليمون والزبادي، وبطحن كل ده مع بعض لحد ما ينعم كويس قوي، عشان كده بسميها التتبيلة الخضراء. هحطها في علبة التابروير، وبعد كده هجيب الفراخ واتبلها كويس. اهم حاجة بس كل علبة تكتبوا عليها اسم الخلطة او التتبيلة عشان ما تتلخبطوش في الفريزر، وكمان التاريخ بتاع الصلاحية او التاريخ اللي انتوا عملتوا فيه.